جود ايفنينج. اهلين مدام بلاليش موجوده؟ ماشي بندرس الموضوع، مع السلامه. لا تاخذني عطلتك، بس بتعرف مشاغل. تفضل كمل. خدي راحتك يا مدام، انا مدرك تماما انه انت من ستات الاعمال الهامه. كنا عم نقول انه من بعد ما بنقضي على البقع والاوساخ بيولوجيا. شو ها؟ بيولوجيا يعني نهضم الاوساخ هضم. ايه مسحونه يا مدام، بيهضمها هضم للاوساخ، بيبتلع بلع، بيفترس افتراس، فلذلك تختفي يعني. بس له علي بسيطه واحده، الا وهي انه معدته شويه ثقيله على الهضم، يعني بتلاقي الغسيل كرنش او اسي او وقف. والحقيقه انه في كثير من ستات البيوت بفضلوا بهي الطريقه. ساليني واي. ليش؟ لانه ما بيعود بده كوي. معلش دخلني بالموضوع دغري، ما عم بفهم عليك. طولي بالك علي يا مدام، وحده وحده، ستيب باي ستيب. نحن ما بنحب نغش مثل ما قلت لك، يعني الغسيل من المفروض انه يكون طري بعد ما ينشف. بتعرفي ليش؟ اها، مشان ما يؤذي ويخدش جلد الانسان العصري. ولهذا الغرض بالذات شركتنا عم تنتج شامبو، مهمته فقط انه يختصر عمليه الهضم ويساعد بانه يطري الغسيل. بمسحونا وشامبونا يا مدام بصير الغسيل مثل الفله وناصع البياض. وبركي الزباين ما عجبتهم قصه الشامبو. بالعكس يا مدام، بالعكس، احصائياتنا بتدل انه كل ستات البيوت بالدول المتحضره ما بتستغني عن منتجاتنا وعن استخدام هذا المنتج بالذات. شو في عندكم غيره؟ عنا لسه منتجات كتير. شامبو الشعر السجادي بنفشه وبلمعه، واذا بتضيفي له نقطتين من هذا المستحضر يا مدام بسطل توتيه بتسفحيه على السجاده بتنشريها بالشمس ساعه ونص ترجعي ما بتلاقيها، بقصد ترجعي بتلاقي شعراتها صاروا نيجرو ما بتعرفيها يا مدام. عنا بخاخ لتلميع المرايا، بخاخ لتلميع الجريستا، عنا مجموعه شامبويات ومطهرات ومعقمات يا مدام. شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك بس باكد لك انه هي افضل منتجات بالعالم. نحن ضد التلوث يا مدام، ضد البيئه الملوثه يلي بتقضي على الانسان العصري. ماركتنا ماركه الزئه الحمراء، ضد البيئه ملوثه. بلا مقطوع عن حديثك، الاسم الكريم مشان اعرف انا حاكيك. انا مستر هاني. حصل لنا الشرف مستر هاني. كل شيء انت عم تحكي ظريف، بس الناس كيف بدها تعرفه لحتى تشتري؟ كل الناس بيليفوا سجاداتهم بالمي والصابون وبيمسحوا كنباياتهم بخرقه مبلوله. امك شلون بتنظف بيتها؟ مرت عمك، عمك اذا بعتهم على السوق بيعرفوا يشتروا كل هالبضايع؟ اها، اولا يا مدام لازم نعلم الستات ما يكونوا دقه قديمه. هي الاساليب كلها بطلت بالعالم المتحضر. هلا صار في عنا علماء مهمتهم انه يخترعوا لنا اسهل طريقه للانسان العصري يعيش فيها بنظافه. والهدف شو يا مدام؟ العمر الطويل، شعار شركتنا يا مدام اللي الزئة الحمراء. يعني الاساليب اللي تفضلتي وحكيتي عليها مو بس كانت تتعب ستات البيوت وبس، لا كمان كانت تهري العفش تعد معدم. اها، العمر الطويل يا مدام هدفه المحافظه على التراث، يعني بمعنى اخر محافظه على الاثاث. اها، لسالك سؤال، اذا عندك سجاده قديمه بالبيت هي شو يا مدام؟ تراث. تفضل. شو ها؟ كاسات بلاستيك؟ هذا الشيء بيقصف العمر، بيسيخه تسيخ، بيسبب الامراض الخبيثه.